بكل خير إلى هذا النقل الحي والمباشر من قاعة المتعددة الرياضات هنا ببلدية الأبيار، ويتعلق الأمر بقمة مباريات البطولة الوطنية للقسم الممتاز لدى السيدات هذه المرة مشاهدينا الكرام، على أن يكون نقل مباشر آخر غدا السبت إن شاء الله مع مباراة المجمع البترولي وصيف المجموعة الثانية مع الثالث المجموعة وهو الشباب برقي. إذن مباراة اليوم ستجمع بين كبيري كرة اليد الجزائرية على مستوى السيدات وهو نادي الأبيار الوصيف يستقبل صاحب الصدارة وهو المجمع الرياضي البترولي بألقابه 25 ونادي الأبيار بألقابه 3. مواجهات كبيرة وعديدة جمعت بين الفريقين على كافة المستويات، سواء على مستوى الدوري، على مستوى منافسة كأس الجزائر، وحتى على مستوى منافسة كأس السوبر الجزائري التي لعبت في 3 نسخ ماضية. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيوفي الكرام، ويحضر معي مدرب المجمع البترولي السيد مولاي. مرحبا بك. مرحبا بكم والسلام عليكم. مشكورين على هذا النقل المباشر، وإن شاء الله ما يكونش الأخير عند البنات اللي يحتاجوا دعم التلفزي باش الناس تعرف بلي في رياضة نسوية في الجزائر. صحيح. مرة أخرى أرحب بقيدوم نادي الأبيار وهو كريم عاشور. كريم مرحبا بك. مرحبا بك أخ أمين، يعني نشكركم على يعني هذه الاستضافة، ونشكروا يعني قناة الجزائر تي في اللي راهي تمد أهمية كبيرة للكرة اليد، ونستحقوا يعني ان بو دو ميدياتيزاسيون باش يعني الناس كلها تشوف باللي كاين فرق اللي تخدم وكاين فرق اللي راهي يعني تأدي يعني مستوى جميل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم. ايضا مرحبا ايضا بالفرقة التقنية التي تخدمكم اليوم وغدا ان شاء الله على مستوى قاعة الأبيار وايضا قاعة برج الكيفان غدا ان شاء الله. رفيق من فضلك فقط اعطينا جدول مباريات الجولة 9 والجولة الختامية لمرحلة الذهاب. مشاهدينا الكرام، برنامج اليوم يتضمن مباراتين هما نادي الأبيار مع المجمع البترولي. المباراة ستكون تقريبا بعد حوالي 25 دقيقة منقولة عبر شاشة الجزائر تي في، إضافة إلى مباراة نادي بش جراح واتحاد أقبول التي انطلقت منذ نصف ساعة من الآن. غدا السبت سيكون الموعد مع 3 مباريات و3 مواجهات، الأولى بين حواء سعيدة ونادي فتيات بومرداس بداء من الساعة 11. نادي بومرداس يصنع المفاجأة ويحتل المرتبة الثالثة في أول موسم له في بطولة القسم الوطني الممتاز، إضافة إلى شباب ديدوش مراد الصاعد الآخر من القسم الأول إلى القسم الممتاز، سيلاقي نادي فتيات قسنطينة في ذات التوقيت أي الساعة 11 صباحا، ثم شبيبة أوزلاكن يلتقي بجمعية قسنطينة في نفس التوقيت. نبقى في الجداول هذه المرة على مستوى جدول الترتيب العام لبطولة القسم الوطني الممتاز لكرة اليد، حتى نضع المشاهد الكريم في صلب موضوع هذه المواجهة التي تكتسي طابع هام وكبير جدا. الجدول الترتيب يأتيكم مشاهدين الكرام على النحو التالي: المجمع البترولي في المرتبة الأولى ب 16 نقطة وبفارق الأهداف يبتعد عن نادي الأبيار الذي يحتل أيضا المركز الأول ب 16 نقطة. المرتبة الثالثة كما قلنا يصلحها الصاعد الجديد والمفاجأة وهو نادي بومرداس ب9 نقاط منصفة مع حواء سعيدة. في المركز الخامس جمعية قسنطينة ب8 نقاط، ثم اتحاد أقبو ب6 نقاط، ثم في المرتبة السابعة شبيبة أوزلاقين ب5 نقاط، ثم فتيات باش جراح في المركز الثامن ب4 نقاط. المركز ما قبل الأخير للصاعد الجديد وهو شباب ديدوش مراد ب2 نقطة، وفي ذيل الترتيب وفي المرتبة العاشرة وهو نادي قسنطينة ب1.1. نذكر مشاهدينا الكرام أنه في بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة اليد البطولة تلعب بنظام الذهاب والإياب من 18 جولة. اليوم ختام مرحلة الذهاب. نبدأ بك سيد كريم، مدام أنتم صاحب الأرض والجمهور عليكم ضغط
أتذكر أنه نقلنا مباراة هنا بين فتيات الأبيار والمجمع البترولي، كان يكفي الأبيار حتى الهزيمة ولكن بفارق كبير بفارق صغير، ولكن المجمع في نهاية الأمر فاز وذهب بالبطولة. اليوم كيف يتم التحضير لهذه المباراة الخاصة أمام فريق خاص؟ يعني عندها مدة طويلة وإن البطولة تتلعب دائما بين المجمع ونادي الأبيار، سوفون حنا نربحوهم في لالي ولا في الروتور، يا توجور ان فيكتوار دي دو كوتي منا ولا منا. الان على بالنا باللي حنايا المقابله حتتلعب في يعني ذهب واياب، الفريق يعني مهما تكون النتيجه غير الى ربح بفرق كبير كما درنا حنا العام اللي فات وين ربحنا ب 10 اهداف كنا يعني ختمنا شويه البطوله، ولكن مهما تكون النتيجه هدف ولا هدفين ولا ثلاثه يعني يبقى توجور المقابله تاع العوده توجور امبورطونت. دونك المقابله تاع اليوم صح تكون مهمه ولكن ماشي مصيريه بور لا سويت تاع الشامبيونا. نعم صحيح. فاتح مولاي، انت المدرب على راس الفتيات المجمع الرياضي البترولي، اليوم مباراه هل يمكن تسميتها بمباراه اكون او لا اكون امام خصم يعد هو الأول والأخير في البطولة القسم الوطني الممتاز لكرة اليد؟ أنا نشاطر زميلي كريم عاشور، هذه المباراة ما راحش تكون مصيرية، نظن في مباراة عودة لازم واحد يعرف كيفاش يسير هذه المباراة، والمباراة الثانية هي اللي تكون مصيرية في أغلب الأحيان. بالنسبة لهذه المباراة حنا حضرنا باش للدوري كله باش نفوز بكل المباريات، وان شاء الله الفوز اليوم يكون من حالفنا ان شاء الله. ان شاء الله. المشاهدين الكرام، تذكير بان الفريقان لم يدعما بتاتا صفوفهما بلاعبات جديدات، فقط ربما مغتربتين من الكونغو، واحده من الابيار والاخرى من المجمع البترولي، وايضا ذهاب الغريسي لاعبه الموزعه اللاعبه التونسيه انتقلت من نادي الابيار الى نادي المجمع البترولي. هل دائما وابدا الابيار فعلا يكتفي يمكن القول بالاستقرار؟ والله يعني احنا رانا نعانيو شويه من الاستقرار، لان لو كان نشوفوا يعني هاد السنه عندنا زوج لاعبات يعني مهمين في الفريق، ثلاث لاعبات مهمين في الفريق يعني غادروا الفريق. عندنا ايمان حفار اللي حبست المشوار تاعها، عندنا الهام الغريسي اللي راحت المجمع، وعندنا فرعون سعاد اللي راحت تلعب محترفه في البرتغال. ولكن حنا يعني اوني اوبليجي دو فير افيك، جبنا دي جواز واحد اخرين يعني باش نعوضوا هاد اللاعبات، ولكن نقصنا شويه يعني لا كويزيون، باسكو كل عام لما عندك زوج ثلاث لاعبات يحبسوا في الفريق صعب لك شويه باش تكون لا كويزيون، ولكن بالعمل وبالبنات اللي مازال كاين في الفريق يا توجور ان بون امبيونس، يا كاين يعني تحضير يكون مليح. جيسبر كون فا فيت كومبلي هاد لو روتار، باسكو في مقابله كيما هذه تاع اليوم يعني لي زيزيتاسيون ولا ما يسمحولكش باش يعني تفوز، لازم يفو جوي 100% نو با فير ديرور. الكرات المهمين لازم تستغلهم يعني بجديه وتكون يعني بيان كونسونتري اون ديفونس اون اتاك. جيسبر كو جو بونس كو ليكيب لي حدير لو موان دو فوت ليكيب لي تكون يعني الدور تاع الحراس راح يكون دور كبير. لي جواز اللي يكونوا بلوز افيكاس فار صالا غارديان دو بيوت هما اللي راح الفريق هو هذاك هو اللي راح يفوز. نبقى في نقطة الفوز، ما هي مفاتيح الفوز بالنسبة للمجمع البترولي أمام خصم من حجم نادي الأبيار مولاي؟ أنا نظن باش نفوز بهذه المباراة اليوم لازم نسوي أخطاء أقل من فريق الأبيار، ولازم نكون نسجل كل الأهداف اللي يطيح لنا فعلا الحارس المرمى، ونلعبوا لو ريتم اللي متعودين نلعبوا به باش ما نغيروش المنظومة ديالنا، والإفيكاسيتي إن شاء الله هي اللي راح تدير الفارق. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، المدربان نتركهما لي ربما تقديم آخر النصائح للاعبات، المباراة لم يتبقى منها إلا ربما حوالي ربع ساعة عن انطلاقة المباراة. شكرا لك كريم عاشور، شكرا لك فاتح مولاي، بالتوفيق لكم إن شاء الله. نتمنى لكم مشاهدينا الكرام أن تكون هذه المباراة في مستوى النقل التلفزيوني. نمر مشاهدينا الكرام، نترك البطولة الوطنية للقسم الوطني الممتاز لكرة اليد سيدات وهذه المباراة على
المباشر لنفتح صفحة مونديال كرة اليد الذي يقام بمناصفة بين ألمانيا والدنمارك، ويا له من مونديال شيق وممتع. نهني الفريقان والمنتخبان العربيان وهما تونس ومصر على صعودهما للدور الأساسي، فيما سيكتفي الثلاثي العربي الآخر البحرين والسعودية وأيضا قطر المفاجأة بلعب منافسة كأس الرئيس. إذن رفيق ياريت لو نبدأ بصور مباراة المنتخب الفرنسي مع نظيره الألماني، يعني المجموعة الأولى والتي كانت مباراة غاية في الروعة وغاية في الندية، والتي انتهت بالتعادل، 25 إصابة في كل شبكة. المنتخب الفرنسي صاحب الرقم القياسي في عدد تتويجات بالألقاب، بواقع 6 ألقاب، وجد صعوبة كبيرة في إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي ب 25 إصابة مقابل 25. رفيق، هل الصور؟ إذن مشاهدينا الكرام، هذه الصور لمباراة فرنسا والمنتخب الألماني التي لعبت بقاعة مرسيدس بنز أرينا بالعاصمة برلين، وانتهت مشاهدينا الكرام على وقع التعادل الإيجابي 25. إذن مشاهدينا الكرام، ترتيب هذه المجموعة: في المرتبة الأولى المنتخب الفرنسي ب9 نقاط، ثم المنتخب الألماني ب8 نقاط، ثم المنتخب البرازيلي المفاجأة السارة يصعد للدور الأساسي للمرة الأولى ب6 نقاط، بينما إقصاء كل من روسيا وصربيا وكوريا الموحدة التي أنهت المشوار من دون نقاط. عن مباريات المجموعة الثانية زميل رفيق، شكرا لك دائما في المتابعة والتنسيق، نمر لمباريات المنتخب البحريني على المجموعة الأولى. المنتخب البحريني الذي سقط أمام المنتخب الكرواتي بطل العالم في مناسبتين سابقتين، المنتخب البحريني سقط أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة 20 إصابة مقابل 32. المنتخب الكرواتي أنهى المنافسة في المرتبة الأولى، ثم المنتخب البحريني أيضا يسقط أمام المنتخب الإسباني في مباراة كانت ممتعة، خاصة من جانب المنتخب البحريني الذي قدم مباراة كبيرة ولكن انهزم بنتيجة 33 إصابة مقابل 23. ومباراة الأمس التي كانت غاية في الروعة انتهت بتفوق المنتخب الكرواتي على نظيره الإسباني بنتيجة 23 نقطة مقابل 19. وفي الترتيب المنتخب الكرواتي يصعد ب10 نقاط بالعلامة الكاملة، ثم منتخب إسبانيا ب8 نقاط، ثم تأهل أيضا منتخب أيسلندا في المرتبة الثالثة ب6 نقاط، والمنتخب البحرين يكتفي بالمرتبة الخامسة وبنقطتين فقط من فوز أمام المنتخب البحرين. نمر أيضا مشاهدين الكرام لوقائع المجموعة الثالثة التي ضمت فيها منتخبين عربيين هما المنتخب التونسي والمنتخب السعودي. هذه لقطات مشاهدين الكرام تتابعونها من مباراة القمة العربية بين المنتخب التونسي ونظيره السعودي، والتي انتهت لمصلحة المنتخب التونسي بنتيجة 24 إصابة مقابل 20. ثم المباراة الأخرى بين منتخب تونس ومنتخب الدنمارك صاحب الأرض والجمهور، التي انتهت بنتيجة 36 إصابة مقابل 22. أيضا المنتخب التونسي أبدع في هذه المباراة ولو أنه كان بعيد على مستوى النتيجة، إلى أنه قدم أداء يذكر فيشكر. ثم صور أخرى مشاهدينا الكرام لمباراة المنتخب التونسي مع المنتخب النرويجي، والتي انتهت لمصلحة المنتخب النرويجي وصيف النسخة الماضية الذي شارك في مونديال فرنسا 2017 ببطاقة دعوة، إلى أنه صنع المفاجأة وأنهى المنافسة وصيف خلف المنتخب الفرنسي كما قلنا صاحب الضيافة وصاحب آخر لقب بنتيجة 34 إصابة للنرويج مقابل 24 إصابة لمنتخب تونس. آخر الصور عن المجموعة الثالثة جمعت بين المنتخب الدنماركي والمنتخب السعودي، وانتهت لمصلحة المنتخب الدنماركي بنتيجة 34 إصابة مقابل 22. ترتيب المجموعة الثالثة مشاهدينا الكرام التي جرت على قاعة جيسكي بانك بوسكن بمدينة هانينغا الدنماركية، المرتبة الأولى للمنتخب الدنماركي ب10 نقاط وبالعلامة الكاملة،
ثم المنتخب الدنماركي بثمان نقاط، ثم منتخب تونس بست نقاط. المنتخب السعودي أنهى المنافسة بنقطتين فقط. نمر مشاهدينا الكرام إلى صور آخر المجموعات، وهي المجموعة الرابعة والتي ضمت المنتخبان العربيان، المنتخب مصر نائب بطل إفريقيا ومنتخب قطر بطل آسيا، وأيضا المنتخب القطري بطل العالم في 2015. صور من مباراة منتخب مصر وقطر. المنتخب المصري فاز أو سقط أمام المنتخب القطري بنتيجة 28 إصابة مقابل 23، ولكن المنتخب القطري المفاجأة السيئة أنه سقط مع ثالث إفريقيا وهو المنتخب الأنغولي، سقوط مفاجئ بنتيجة 24 مقابل 23، وهي النتيجة التي لم تسمح لمنتخب قطر بالمرور للدور المقبل. مباراة أخرى مشاهدينا الكرام بين منتخب مصر مع السويد، مباراة جد قوية وانتهت لمصلحة المنتخب السويدي. برازيل كرة اليد بأربع ألقاب في المونديال، منتخب السويد فاز ب 27 نقطة مقابل 24 بعد مقاومة كبيرة من زملاء المتألق أحمد الأحمر من جانب المنتخب المصري. صور أخرى لمباراة منتخب المجر مع المنتخب المصري، مباراة كانت غاية في التشويق والندية وانتهت على وقع التعادل بنتيجة 30 إصابة في كل شبكة. المنتخب المجري بطل العالم في مناسبة واحدة. صور أخرى للمنتخب القطري الذي لاقى المنتخب السويد وانتهت النتيجة بنتيجة 23 إصابة مقابل 22 لمنتخب السويد في مباراة أيضا قدم فيها العنابي القطري مباراة كبيرة أمام المنتخب السويدي. إلى آخر الصور مشاهدين الكرام بين المنتخب القطري مع المنتخب المجري، والتي انتهت بنتيجة 26 إصابة مقابل 32 إصابة لصالح المنتخب المجري، وبهذه النتيجة المنتخب المجر يفتك البطاقة الثانية عن المجموعة الرابعة. الترتيب مشاهدين الكرام، الترتيب العام، المنتخب السويدي ينتقل للمرحلة على اللقب بعشر نقاط، ثم المنتخب المجر بست نقاط، ثم منتخب مصر يفتك ثالث البطاقات بخمس نقاط. كما قلنا المنتخب القطري أنهى المنافسة في المرتبة الرابعة بأربع نقاط، ومفاجأة كبيرة بسقوطه أمام المنتخب الأنغولي بفارق نقطة واحدة، وإلا هو الذي سيمر على حساب المنتخب القطري. ده المشاهدين الكرام المجموعات التي أو مرحلة المرحلة الأساسية للصعود للمربع الذهبي ثم النهائي ستكون على النحو التالي. منتخب كرواتيا يصعد إلى المجموعة الأولى بأربع نقاط، ثم منتخب ألمانيا وفرنسا بثلاث نقاط، ثم منتخب إسبانيا بنقطتين، ثم المنتخب الإسلندي والبرازيلي من دون نقاط. المجموعة الثانية التي ستضم منتخبان عربيان يتصدرها المنتخب الدنمارك بأربع نقاط رفقة المنتخب السويدي، ثم منتخب النرويج نائب بطل العالم في النسخة الماضية يسعد بنقطتين فقط، ثم المنتخب المجري ومنتخب مصر بنقطة واحدة ووحيدة، وأخيرا المنتخب التونسي يسعد إلى الدور الرئيس بصفر نقطة. هذه عين فقط مشاهدينا الكرام قوس فتحناه لبطولة العالم لكرة اليد التي تشهد لسوء الحظ غياب المنتخب الجزائري عن هذا الموعد العالمي للمرة الثانية بعد مونديال فرنسا. سنشاهد ابتداء من الغد إن شاء الله مباراة غاية في القمة. نعود للمنافسات المحلية مشاهدينا الكرام، وتذكير بجدول مباريات البطولة الوطنية للقسم الممتاز لدى الذكور التي ستكون جزائر تي في على موعد مع نقل مباشر لمباراة المجمع البترولي وشباب برقي. مباراة الغد التي تأتيكم بصوت الزميل العزيز علي جعفر ستكون على النحو التالي، يعني المجموعة الأولى يلاقي فيها المجمع البترولي شباب برقي بداء من الساعة الثالثة، كما قلنا مباراة منقولة عبر شاشة جزائر تي في، ثم ترجي أرزي يلاقي بطل لحد الآن متصدر المجموعة الأولى وهو وفاق عين توتا، شبيبة الصورة الذي فاز هنا على قاعة الأبيار أمام النادي الأبيار سيستضيف شباب شلغم العيد، ثم شباب الحروش يلتقي بنادي الأبيار. عن المجموعة الثانية مشاهدينا الكرام، اتحاد ورقلة الوصيف سيلاقي أمل سكيكدا في مباراة قمة بين الأول والثاني.
صاحب المركز الثالث وهو شباب البرج يستضيف شباب ميلا، أولمبي عنابة يستضيف مستقبل تجنانت، وفي آخر مباريات الرجال سيستقبل أولمبي الواد يستقبل الجريح والمدرسة العريقة وهي مولودية السعيدة. إذن مشاهدين الكرام بدأنا البلاطو بالحديث عن مباراة الإناث، ثم توجهنا للحديث على البطولة العالم لكرة اليد التي انتهت المرحلة الأولى، مرحلة دور المجموعات، وستلعب مباريات الخاصة بالدور الأساسي وكأس الرئيس، ثم تذكير بجدول مباريات القسم الوطني الممتاز لدى الذكور التي ستكون معكم جزيرة تي في نقل مباشر كما قلنا غدا السبت ابتداء من الساعة 3 بقاعة برج الكيفان، والقمة العاصمية التقليدية بين المجمع الرياضي البترولي صاحب وصافة المجموعة الأولى وبين شباب برقي صاحب المركز الثالث للصعود بنقاط إضافية لمرحلة البلاي أوف التي ستقام بنفس نظام الموسم ما قبل الماضي، أي صعود أربعة من المجموعة الأولى أربعة من المجموعة الثانية للتباري على دورة اللقب ودورة البقاء ودورة أيضا اللقب. إذا المشاهدين الكرام نترككم مع صور لأفضل الأهداف المسجلة في مونديال ألمانيا وروسيا، ثم نعود إليكم للوصف والتعليق على هذه المباراة القمة، المباراة المنتظرة بين فتيات المجمع البترولي صاحبات المرتبة الأولى وصاحبات الأرض والجمهور نادي الأبيار أيضا على قاعة الأبيار. إذا إليكم منا مشاهدين الكرام أبرز وأجمل أهداف بطولة العالم لكرة اليد بألمانيا والدنمارك، ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام. Switch is faked. Ball is over the top. In-flight goal. Still in-flight goal. Oh my goodness me. Double in-flight goal. For... He's got a lot of space to work with there around the 9-meter area. And he goes contemplating that shot. Didn't go the first time, but this time he doesn't. فعلا المشاهدين الكرام متعة المونديال لا تضاهى أبدا. نعود إليكم على كل حال لمباراة القمة بين فتيات نادي الأبيار والمجمع البترولي. نبدأ بالضيفة، ماذا نقول إلهام؟ لعبتي مع الأبيار واليوم ستكونين خصمة مع بألوان المجمع البترولي اليوم. نجم تقول بنت الدار معناها. الزوفي زوج معناتها سي اون غراند فامي معناها، وعندهم تقاليد كبيره في كره اليد، وزوج يعرفوا بعضهم لي دوز ايكيب. الوغ باش تقول لي شنو معناتها على الماتش، الجزئيات الصغيره هي اللي باش تصنع الفارق، وحظ موفق لنادي الابيار اللي هو فريقي السابق، وان شاء الله الانتصار لنا احنا ان شاء الله مجمع. الهام انت فعلا محظوظه، يعني جئتي من تونس مباشره وتقمصتي اعرق ناديين في الجزائر على مستوى الالقاب، ايضا على مستوى الجماهيريه الشعبيه، نادي الابير اولا ثم المجمع البترولي.
صحيح معناتي الحمد لله يا ربي كنت تقمصت لون نادي الابير اللي كان فريق جدي وفريق يخدم بارابور للفرق الاخرين وبعد ذلك انتقلت للمجمع البترولي كيف كيف اللي هو عنده تقاليد كبيره واللي هو فريق كبير في الجزائر واللي يلعب على البطولات والكؤوس كما فريق الابير والحمد لله على هذا الشيء وان شاء الله ربي معهم الفرق الزوج ان شاء الله يا ربي. هذا ما كان وش نقول لك اخر شعور كبير وانت داخل فاض شويه ما يصيرش ان شاء الله تعدى مباراه في الروح الرياضيه وان شاء الله تستمتعوا بمشاهده كره يد مليحه نسائيه مليحه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق لك الهام بالتوفيق ان شاء الله. معي ايضا احد ركائز نادي الابير وهي حسنه برتيبه. مرحبا بك رتيبه. الله يسلمك. مرحبا بكم انتم ثاني. شكرا. المباراه لا تقبل القسم على اثنين كما يقال لانه فعلا فقط الكاميرا من فضلك رتيبه. مباراه ينتظرها عشاق كره اليد الجزائريه على مستوى السيدات. ربما هل هناك ضغط عليكم نوعا ما قبل هذه المباراه؟ نعم كما تقول هي مباراة تجمع فريقين أحسن فريقين في البطولة الجزائرية المجمع البترولي ونادي الأبيار. دونك كما نقولوا إن شاء الله إحنا يكون هناك مستوى ممتاز إن شاء الله نقدموا سواء للفريقين. دونك إن شاء الله كما قلنا نديروا اللي علينا وهذا. هل كان تحضير خاص لهذه المباراة لأنه مباراة اليوم هي مباراة فض الشراكة الفريقين يتقاسمان المرتبة الأولى؟ ماشي تحضير خاص يعني شغل كش نقول لك هو تحضير عادي بشكل كيما كاع المباريات ناخذوا كاع المباريات بجديه. دونك وشنو كيما كنت تكلمت انه هذا الفريق تاع المجمع البترولي فريق كيما قلت صافي دي سنوات وحنا من ند للند. دونك سي توتافي نورمال كو فوالا شغل الى عنده طابع خاص هذه المقابله عندها طابع خاص ان شاء الله. بالتوفيق لك رتيبه ولنادي الابير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. بعد لحظات من الان سنكون معكم على الهواء مباشره وحصريا لنقل وقائع واحداث المتصدرين نادي الابيار والضيف العملاق مجمع رياضي البترولي برسم الجوله التاسعه من بطوله القسم الوطني الممتاز. مشاهدينا الكرام كيف فاتوا لك شي واحد انا لعبت اليوم وريجيرات هاي هاي شو ما شو ما
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الاعزاء الاوفياء، انتم اوفيائنا في على لبرامج قناه الجزائر تي في التي تنقل لكم وقائع مباراه القمه بين الفتيات النادي الابيار والمجمع الرياضي البترولي لكره اليد برسم الجوله التاسعه والختاميه لمرحله الذهاب من عمر الموسم 48 باختلاف مسمياته وباختلاف صياغه التي لعبت بها. اذا تنطلق المباراة بعد 30 ثانية بين نادي الأبيار صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف والمتصدر نادي المجمع الرياضي البترولي، والفريقان لم ينهزما ولم يتعثرا في أي جولة من جولات القسم الوطني الممتاز. كانت أول فرصة ضائعة من جانب فتيات نادي الأبيار اللواتي يدخلن هذه المباراة بالتشكيلة التالية: سحابي سامية ودنداني مفيدة في حراسة المرمى، شايب أسيا، يلس، لود، ميلا، ثم القائدة صالحي، عقيلة، سليماني، لينا، بن سالم، يمينة، حسناوي، رتيبة، إبراق، فتيحة، بريان، عائشة، كرة أخرى ضائعة، مام، سوزان من الكونغو المستقدمة الجديدة، ثم طلبي، تسنيم، جايت، أحلام، عمراني، نسيمة، وفاركا، طاجي عايدة، وبلوشراني فريال. يدرب نادي الأبيار كريم عاشور بمساعدة عبد القادر سيبشير. أول إصابة من جانب المجمع الرياضي البترولي الذي يخوض هذه المباراة بالتشكيلة التالية: تنهنان، صالحي، عبد القادر، سهيلة، قائدة المجمع، ثم ليلى سعدون ثلاثي حراسة المرمى. في الميدان إيمان دراجي، بايا، سارة بنابي، سيرين، يلس، سهام، حميسي، فتيحة، حمر، سارة، أيت، حبيب، دنيا، أبو عمار، أميمة بن فغال، مخلوفي، كنزة، إلهام الغريسي، التونسية المنتقلة من نادي الأبيار إلى المجمع البترولي، ثم أميرة فريد، ناتالي بومبي الدولية من الكونغو، وسيليا زواوي، ثم هند بن عبد العزيز. يدرب المجمع البترولي فتح مولاي بمساعدة نسيمة طوب. إذن أول إقصاء في المباراة يأتي الآن، ورمية 7 أمتار لنادي الأبيار. ذكر مشاهدينا الكرام أنه ترتيب لحد الآن الفريقان يحتلان المرتبة الأولى ب 16 نقطة من 8 مباريات. قوة هجومية وصلابة دفاعية للفريقين. رمية 7 أمتار وتعديل النتيجة. تعديل النتيجة من جانب اللاعبة يلس لود مين التي تواجه شقيقتها من جانب المجمع البترولي، وهي سيرين يلس، لعبت منتخب أقل من 20 سنة. نعود لأجواء المباراة المنتظرة.
المجمع البترولي في العمل الهجومي. هجمة منظمة من جانب فتيات المجمع لتفكيك دفاع الصلب من جانب الأبيار. محاولة اختراق دفاع والحكم حكم يقول خطأ. 9 أمتار ورتيبة حسناوي. مرة أخرى المجمع البترولي في العمل الهجومي والحكم يقول محاولة مرور بقوة. فاست بريك آخر سريع من جانب فتيات الأبيار والتصدي. والتصدي من جانب الحارسة سهيلة. ولا أروع. وجه لوجه. وجه لوجه. لعب الكونغولية مام بوسوزان تضيع أمام تألق الحارسة عبد القادر سهيلة حارسة المنتخب الوطني وقائدة المجمع البترولي. مرة أخرى يعود المجمع في العمل الهجومي. حكم يقول خطأ. التيرنوفر الثاني للمباراة من جانب المجمع الرياضي البترولي. أرحب مشاهدينا الكرام بالمحلل العزيز سفيان بن خلف الله الذي يلتحق بي الآن في كابينة التعليق. سفيان مرحبا بك. إذن سفيان مباراة اليوم منتظرة بين فريقين يسيطران بالطول والعرض على الساحة المحلية في كرة اليد. شيقة ويكون في المستوى المنتظر. كان الإصابة الثانية من جانب الأبيار بواسطة اللاعبة رقم 20. ويبدو أن الرقم هذا غير موجود عندي. تصدي آخر من الحارسة. يبقى المجمع لاعب رقم 10 عفوا مشاهدينا الكرام لاعب رقم 10 إبراق الفتيحة. يبقى المجمع البترولي في العمل الهجومي ولكن لحد الآن صلابة دفاعية من جانب الفتيات الأبيار. هذا منتظر من جانب الفريقين اللي هو معروف اللي هو تكون مباراة دفاعية بالأخص. وإن شاء الله نشوفه ثاني كما نقول لعب جيد في مستوى الهجوم. دنف تورنوفر آخر وهو الثالث في المباراة في ظرف 5 دقائق. الفتيات المجمع يضيعنا 3 هجمات جد مهمة في على الأقل في البقاء في أجواء المباراة. يا سفيان إيه هما كانوا نقص عددي في آخر دقيقة ونشوفوا كرة ضاعت من فتحة. المجمع البترولي يدين ببقاء النتيجة للحارسة بينما الأبيار صلابة دفاعية أخرى. تيرنوفر وفاست بريك آخر من جانب الكونغولي في خسارة الرهان الأول أمام ثم التفوق. التفوق الآن من جانب الكونغولية. سوزان القادمة من الكونغو تخسر الرهان الحارسة عبد القادر سهيلة بعد تصدي أول ناجح الثاني من دون رحمة كما يقال. أنا نشوف الفريق الأبيار قاعد يدافع قاعد يشوف الفريق الأبيار يلعب بطريقة دفاعية مسطحة لكن نشوفه اللي قاعد يدافع بخشونة ومعندها بصرامة وكما أقول لك شكل صعوبات للفريق المجمع في الهجوم. ممتازة على مستوى 7 أمتار و الإصابة بعد تقريبا 3 أو 4 دقائق تتمكن البتروليات من تقليص النتيجة. سفيان أكيد نقول لك أنا نعود نرجع للفرق الفرقين قاعدين يدافعوا كما أقول لك بطريقة جيدة الفريقين. ولحد الآن 3 تصديات. أو شبرة ولا أروع. يا سلام على مستوى الجناح ممتازة. المجمع قاعد يشوف يلقى حلول في كما نقول هجمات المضادة. شفنا 2 هدفين لسجل المجمع
ممتاز. اللاعبة رقم 99 هند بن عبد العزيز على مستوى الجناح تفتح الزاوية وشبل ولا أروع تقلص أو تعدل بها النتيجة. تعود الأمور كما انطلقت صوفيان، ثلاث إصابات في كل شبكة، تألق دفاع الأبياريات وتألق الحارس حارسة المجمع من جانب المجمع البترولي. كرة أخرى ضائعة من جانب نادي الأبيار، حكم يقول تنفذ خطأ فني. نعم حكم يقول تنفذ الخطأ من المكان، والحارسة سهيل عبد القادر قائدة نادي المجمع البترولي والحارسة الدولية خب الوطني للسيدات الذي أنهى كان الأخير في المرتبة الثامنة من أصل 12 فريق مشارك. فعلا يجب على المنتخب الوطني للذكور والإناث أن يعود أن لا يطول به المقام في فترة فراغ. كرة محتسبة تتجاوز الخط وأول تفوق لنادي المجمع البترولي سوريا. شوفوا شاهدنا من كما قلت من ظهر الأيسر كانت شوت قوية دخلت كما نشوفوا كانت عدات الخط الكرة. نعم تجاوزت الخط، شكرا للزملاء التقنيين. حكم يقول دخول بقوة، فاست بريك أو ترنوفر. كرة ضائعة أخرى لغريسي صديقة الأمس خصمة اليوم. كرة ضائعة سفيان، هذه أخطاء فنية غير مسموحة في هذه المباراة في هذه القمة. كان متوقع سفيان أن يكون ضغط على اللاعبات لأنه الأمر يتعلق بمباراة فض الشراكة، يعني من يفوز اليوم نقدر نقوله أكثر من 75% سيتوج باللقب. هذه أكيد إحنا في العدد الفتيات هي مباراة واحدة ولا تقولوا الذهاب وإياب، وكانت ديما عندنا 20 سنة ونشوف ما بين الفرق ما بين هاد الفريقين ما بين الاتحاد الأبيار والمجمع، واليوم نشوفوا مباراة صعبة لدى الفريقين. مرة أخرى الكونغولية تنجح في تعديل والمجمع يدخل في تسرع يحاول الهروب بالنتيجة، ولكن دائما دفاعات نادي الأبيار يقظة. هذه الإعادة شكرا لزملاء الفرقة التقنية. كرة في القائم الأول لا تجد لها حلول الحارسة سهيلة عبد القادر. مرة أخرى الأبياريات في الهجوم ربما في مناسبة لأخذ الأسبقية والعودة للتقدم في الأجواء المباراة. مرة أخرى كرة مسترجعة، تسرع واضح سفيان في بناء الهجمة ربما عدم تركيز وقلق كبير. كرة ضائعة أخرى، ترنوفر وهجمة، فاست بريك سريع من جانب المجمعات. كرة ضائعة هذا رجع للضغط، الضغط قبل نشوفوا أخطاء فنية. كرة ضائعة يعني بالمجان، لو نحتسب الآن المجمع سجل 4 وضيع تقريبا 6 كرات من حالات مختلفة سواء هجمة منظمة أو هجمة معاكسة. هي أكيد مقابلة في هذا المستوى باش نشاهدوا الدفاع وباش نشاهدوا هجومات مضادة، هي اللي باش تخلي اللاعبات باش يتسرحوا باش يعاودوا يدخلوا في المباراة. مرة أخرى كرة ضائعة بشكل غريب وبشكل مجاني، الحكم يقول تنفذ من مكانها. هذا خامس خطأ فني في 12 دقيقة. نعم وهو ما يبين فعلا بأن المباراة هي مباراة شد الأعصاب. نعم أكيد الغريسي التونسية في بناء الهجوم، ولاحظ دفاع نادي الأبيار يلعب 5-1 متقدم على الموزع البلاي ميكر. محاولة اختراق والدفاع، محاولة اختراق واللاعب رقم 10 من جانب الأبياري بالرقم فتيحة تقوم بأدوار هجومية دفاعية مميزة. لغريسي على في العمل الهجومي ثم سارة بناي من أبرز عناصر نادي المجمع البترولي. اللاعب رقم 6 سهام خميسي والتسديد والتسجيل من جانب التونسية الموزعة المميزة الغريسي. نعم التونسية التي كانت في وقت من الأوقات بقميص الأبيار واليوم بقميص المجمع البترولي سفيان. أكيد لاعبة ممتازة
مشاهدينا الكرام بعد مضي 13 دقيقة تكافؤ يبقى سيد الموقف وهو أمر غير مستبعد بل هو أمر كان منتظر جدا بين فريقين كما قلنا يسيطران بالطول والعرض على مختلف المسابقات والمنافسات المحلية. مرة أخرى الكونغولية سوزان تفتح الزاوية تصدي اللاعبة رقم 99 لم توفق رقم 19 لم توفق في التسجيل والغريسي الغريسي إلهام في الثانية على التوالي للمرة الثانية على التوالي تسجل على الصورة إلهام الغريسي على الصورة شوف انفتاح دفاع الأبيض هجوم مضاد هذا نقدر نقولوا هجوم مضاد والفريق اتحاد الأبيض ما كانش حاضر باش يتصدى هذا الهجوم إذن لحد الآن 13 أو 14 دقيقة 10 أهداف تقريبا في كل دقيقة نشاهد هدف تقريبا سوزان لعبة لحد الآن متألقة والتي تزعج كثيرا دفاعات المجمع البترولي مرة أخرى وتألق الحارس التسديد من اللاعبة إبراقن و لينا عفوا والتصدي من الحارس عبد القادر سويدة لحد الآن العنصر اللافت والأبرز من جانب المجمع البترولي. أنا نشوفه اللي قاعد في المجمع خذا الأسبقية بهدفين وأنا نظن باش يزيد يشوف كيفاش يرتاح في الهجوم باش يشكل صعوبات فريق الاتحاد الأبيار. لحد الآن صوفيان شاهدنا هدف واحد على مستوى الأجنحة هي ميزة ربما لا تساعد ولا تخدم كثيرا تطور كرة اليد بشكل عام وخاصة كرة اليد الجزائرية. فانت ولا أروع من إلهام تأخذ كل الدفاع ثالث هدف على الغريسي ثالث هدف على التوالي اللي هي قاعدة تعطي كما قلت مقابلة جميلة فعلا مباراة كبيرة وزيد كما قلت انت قبل الغريسي كانت تلعب اتحاد الابيار شوف الفان سفيان شوف اوب تاخذ اربع او ثلاث لعبات على دفعه واحده وتسجل فعلا مهارة معروفه عندها مستوى لا باس به يلا سلود موفقه امام الحارس عبد القادر سهيرة تعود بنادي الابيار لفارق النقطتين فعلا هدف الأخير للمجمع من جانب التونسية إلهام غريسي بلاي ميكر المجمع والموزعة فعلا كان ربما ولا عمل يدل على المهارة التي تتميز بها التونسية أكيد لا إحنا ما نش نشوفه لعب جميل في بالنسبة للفرقين المجمع ولا حتى الاتحاد الأبيض ما نشوفه حاجة كبيرة صار بناي أنا نشوفه دفاع قوي دفاع متواجد لكن بالنسبة للهجوم ما نشوفوا حاجة متى صحيح يبدو أنه تركيز الفريقين هو في الفوز أكيد وده هو المقابلة كما هذه لازم يكونوا كما نقولوا يكون ضغط ويكون الناس اللعيبة يكونوا تخوفات في هذا الجانب وهذا يأثر على المردود متاعهم نعم كما كنا نشاهد في الصورة حسنا برتيبة إلهام إلهام عندما لا تسجل فإنها تقدم أسيست ولا أروع والحارسة سحابي سامية لحد الآن غير موفقة تماما في المواجهات المباشرة سفيان شوف الأسيست ولا أروع خلفية ثم تجد نفسها اللاعبة رقم 10 من جانب المجمع أميمة بن فغال في زاوية مريحة جدا أخطاء فنية نعم ترنوفر آخر من جانب نادي فتيات الأبيار كرة يستفيد منها نادي المجمع ربما لي الابتعاد أكثر بالنتيجة لحد الآن هو أكبر فارق في المباراة مشاهدين الكرام ثلاث نقاط خمس نقاط خمس أهداف للأبيار وثمان نقاط للمجمع الرياضي البترولي بعد تقريبا 17 دقيقة ونصف ممتازة دفاع داخل المنطقة على سارة بناي المزعجة الحكم يقصي اللاعبة
رقم 5 عمران نسيمة لمدة دقيقتين اللاعبة الدولية. رتيبة أو رتيبة. لاحظت أنه لاعب نعم رتيبة حسناني رقم 7 نعم رقم 7 شكرا سفيان. من سيكسب الرهان؟ كادت أن تضيع سهام حميسي ولكن تدخل الكرة بقوة غير موفقة. دنداني مفيد الحارس الثانية من جانب الأبيار. شوف كاد أن يكون باراد. نقص عددي من جانب الاتحاد الأبيار هذا باش يأثر على الفريق. مرة أخرى محاولة فتح الجناح ولكن نقص عددي واضح لفتيات الأبياريات لواتي. لحد الآن يعجزنا عن التسجيل منذ تقريبا خمس أو أربع دقائق محاولة تسديد صلابة دفاعية من جانب المجمع جانب لاعب أميمة بن فغال. وهذه اللاعبة يلس لود ميلا مختصة في رمية 7 أمتار. أنا أشوفه قاعدين يشدوا الكرة حتى ولو النقص العددي ما تضيعوش الكرة وهذا شيء اللي باش ما يضيعوش الكرة ولكن يضيعوا الهجمة يا سفيان. هجمة معكسة من جانب التونسية توزع ممتازة سارة بناي والقائم والحكم يقول 7 أمتار دفاع داخل المنطقة والإقصاء لمدة دقيقتين من جانب اللاعبة الكونغولية سوزان باش يلعبوا بأربع لاعبات. صعبة تصعب كثير المهمة الآن الفرق 4 أهداف وهذا مرشح لي الارتفاع. الآن رمية 7 أمتار سهام حميسي والحارس دنداني مفيدة بكل سهولة. أول مرة والفارق يتسع شيئا فشيئا. هو الوقت الآن المناسب لطلب وقت مستقطع من جانب كريم عاشور. المفروض يكون المدرب يطلب وقت مستقطع باش يحاول يرجع الفريق بأجواء المباراة. نعم فعلا لحد الآن 5-1 الدفاع الأبياريات بأربع لاعبات في الملعب. صعب أو 5 لاعبات الآن. ممتازة فتح الزاوية ولكن غير مستثمرة كاملا. الأجنحة لا تشغل الأجنحة. بلوك شوت آخر ناجح فاست بريك سريع 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 جاء سلام بكل سهولة لعب على مخلوف كنزة تضع الكرة في شباك الأبيار. وقت مستقطع الآن يأتي من جانب نادي الأبيار. نستمع لإرشادات المدرب كريم عاشور. Les arrières diront 4 à chaque fois quand on est 5. Notre Milan ne presse pas. On est 5, on fait 4 maintenant et on reprend. Et on attaque doucement. 4 maintenant, 4 maintenant, Lina. 4 côté Aqila, 4 côté Ahlam et on enchaîne. Les arbitres laissent l'avantage, donc ne jetez pas les ballons. D'accord ? Ne jetez pas les ballons. Quand vous êtes en position de 2, les arrières, travaillez extérieur, n'allez pas intérieur. Intérieur, là, qui est sous droit, Flos. Travaillez les débordements extérieurs si vous ne pouvez pas lâcher les arrières. Aïe, Aïe, واضح النقطة اللي كنا نتحدث عليها وهي الأجنحة لا تفعل في نادي الأبيار. إيه أكيد هو المشكل هو ذاك في اتحاد الأبيار هو الأخطاء الفنية اللي قاعد صارت في الشوط الأول في 20 دقيقة. كنا شفنا 6 أخطاء وهو إحنا القوة نتاع المجمع هو الدفاع القوي والهجومات المضادة. وشفنا فريق الاتحاد الأبيار اللي ماهوش يلعب قوة في الهجوم. سفيان وإصابة الأولى من جانب اللاعبة رقم 6 بعد طول انتظار وبعد صيام عن التسجيل. تفضل سفيان. وهذا الفريق الاتحاد البيار عندهم أجنحة لا بأس بهم كما هذه أحلام كانت من أجنحة المعروفة في الفئات
واليوم اول هدف تاعها وهي كانت عودتنا كانت تسجل اكثر. نعم اذا يعود المجمع البترولي للعمل الهجومي الفارق. قامت بكل شيء ولكن اللمسه الاخيره لم توفق فيها التونسيه الغريسي. فعلا صمقات اليوم الغريسي في دفاعات النادي الابيار. يتحب اليوم الغريسي تحب الظهر اللي هي كانت هي اقوى وفهم. نعم وكانت كانت عدت 3 سنوات في الاتحاد الابيار وكانت عطات مردود و اليوم تحب الظهر اللي هي قادرة على تدخل قوي وبالتأكيد سيأتي الإيقاف لمدة دقيقتين. تدخل قوي وخشن من جانب اللاعبة سارة باي والإقصاء لمدة دقيقتين لسارة. تدخل قوي على اللاعبة إبراق الفتيحة واضح التدخل. الآن المجمع يلعب بنقص عدد. نقص عدد نعم. وهذا مفروض يعاود يعطي كما يقولوا لوكازيون. فتح الزاوية ممتازة. الآن الأجنحة كما يعني توصيات كريم عاشور في التايم أوت في الوقت المستقطع تطبق بحذافيرها على مستوى الملعب. الإصابة الثانية على التوالي بالنسبة للاعبة حيت أحلام اللاعبة الدولية. يتقلص الفارق لأربع إصابات بعد مضي تقريبا 22 دقيقة من انطلاق المواجهة المنتظرة على مستوى كرة اليد للسيدات بين نادي الأبيار والمجمع البترولي. ممتازة وإصابة ممتازة من 9 أمتار من 9 أمتار والحارسة تعتذر. سحابي سامية كرة من 9 أمتار تسجل وبالمقابل نادي الأبيار يزيد يضيع فرصة أخرى ليه على الأقل تقليص الفارق. سفيان هو كان إقحام اللاعب السابعة ويخرج كان يشوف التكتيك تاع فتح مولاي اللي خرج للحارسة وباش يعاود يرجع الهجوم 6-6. نعم هو وكان نعم. مردود جيد كان نعم. سجلوا هدف. حميسي دخول بقوة دخول بقوة من جانب سهام حميسي. مرة أخرى الأجنحة مرة أخرى رتيبة ممتازة حسناوي رتيبة تقلص الفارق تقلص الفارق لحد الآن استغلال نقص عددي بالطريقة الممتازة من جانب نادي الأبيار. سفيان إيه كانت هذا كانت عملت خطأ سهام هجوم بقوة وكان الهجوم مضاد من اتحاد الأبيار كان توفق. نعم نادي الأبيار سفيان إذن يعود في نتيجة والفارق 4 إصابات. لغريسي مرة أخرى في التوزيع ثم حميسي ورقابة لصيقة من جانب عمراني نسيمة في الدفاع على الصورة. ولحد الآن مباراة في بوعودها لحد الآن مباراة لاعبة ممتازة جدا تصويبة من 9 أمتار من جانب اللاعبة رقم 14 من جانب المجمع البترولي هند بن عبد العزيز. ممتازة التصويبة والرد الرد يأتي سريع الرد يأتي سريع من يونس لودميلا. نعم الرد يأتي سريع الرد يأتي سريع وتقليص الفارق. يبقى الفارق لحد الآن 4 نقاط. 4 أهداف. نعم. لكن نشوفوا اللي النادي الأبيار قاعد يتراجع شوية في الدفاع وهذا نشوفوا اللي يمكن السيستم دو ديفونس نتاعهم 6-0 واللي هو اللي خلى اللاعبات ليزاريير دو نعم. تيري دو لوان. كرة ضائعة من جانب المجمع البترولي فرصة لاستغلال فرصة لتقليص الفارق أكثر من جانب حكم يقول خطأ حكم يقول خطأ على يلس سلود. لحد الآن حسناوي رتيبة في العمل الهجومي. الآن لاحظ الرقابة من الغريسي إلهام تلعب بحرارة كبيرة. الغريسي المجمع أو النادي الأبيار في العمل الهجومي لحد الآن فرص
وإمكانيات قليلة من جانب نادي الأبير، دفاع مسطح يلعب به المجمع البترولي 6-0، وعندما يكون نقص عددي 5-1 وحاول فتح الزاوية الكونغولية. أوه ممتازة الكونغولية سوزان شبلة ولا أروع سوفيان في النيفو تكنيك لبس بها سوزان، وشفنا هدف رائع من الجامعة. وهذا كما قلت عاود رجع للفريق فريق نادي الأبيار لثلاث أهداف، فرق ثلاث أهداف، وهذا يعاود يرجع حتى يخلونا نعيش مباراة في القمة. ووقت مستقع الآن من جانب بطلب من المجمع البترولي الذي أحس بأنه فعلا نصائح كريم عاشور جاءت في وقتها وبثمارها. نستمع مشاهدينا الكرام لما سيقوله فاتح مولاي من جانب المجمع. بدينا هكذا نعاود نبداو هكذا اش كونسونطراسيون. ها هي البنات اسمع واش عليه عاودوا ولا نكملوا في الريت نتاعنا، خلوهم مازال دزاميه تاع لازم نكملوا الماتش وباب سان بيدي هكذا ما يزيدوناش فوق دي فوق لي بيتا عم يلعبوا بزاف على البيفو. اجروا على البيفو على زين يجري 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 كيما ما فين نخدموا 5 كونتر 7 ما فين نخدموا نجروا على البيفو. ها هيا لا مانشو هيا جي اس بي سفيان. واضح اللاعب لاعب الدائره والاجنحه يقول لهم لازم يعدوا له كما كانوا في بدايه المباراه. ايه اكيد هو بون هو المشكل هو في الدفاع تاع المجمع اللي لاحظناه تسمى شويه تراجع في المردود نتاعو، وكان هذه عادي كانت الفريق النادي الابيار كان فرق 6 اهداف وهذا من اسم عادي يعاود يرجعوا. الان 5 دقائق واربع دقائق ونصف ستكون مثيره من الجانبين، المجمع للابتعاد والمحافظه على فارق التقدم، والنادي الابيار ربما للعوده. تصدي ولا اروع براد الان من الحارسه سحاب سميه امام المتالقه لحد الان التونسيه إلهام الغريسي، فرصة لتقليص الفارق من جانب فتيات المجمع. كونغولي سوزان القائم الثاني يتصدى لاختراق الكونغوليا نطاليا أو لسوزان مامبو من الكونغو. فرصة ضائعة من جانب المجمع من جانب لاعب فتيحة حيمر لاعب الدولية. يعود النادي الأبيار في الهجمة وفي تقليص الفارق. كانت فرصة لسوزان باش ترجع الفريق لنادي الأبيار للمباراة، والفرصة مازال ما دام أن المجمع ضيع ونادي الأبيار الآن في العمل الهجومي. سفيان هجمة منظمة من جانب نادي الأبيار. لاحظ الدفاع تخرج الغريسي 5-1 الآن تخرج على الموزعة تخرج على الموزعة رقم 6 حيث أحلام. محاولة فتح الجناح سوزان والحارسة عبد القادر سهيلة تتصدى ببرع تغلق الزاوية. غريسي الآن في تنظيم الهجمة للمجمع البترولي الذي فعلا دخوله لم يكن موفق، ولكن استغل فترة فراغ التي مر بها نادي الأبيار. ايوا دوك على نشوفوا اللي شويه تراجع تاع المستوى تاع اللاعب الفريقين، وهذا خلى المباراه تحت في تورنير واحده اخرى. تصدي اخر للمره الثانيه من جانب الحارسه سحابي ساميه لتسديده سهام حميسي كم يقول خطا. لحد الان سوزان تزعج كثيرا دفاعات المجمع على مستوى الجناح أو حتى على مستوى المحور. يعود نادي الأبيار في الهجوم والهدف هو تقليص الفارق قبل دقيقتين تقريبا من نهاية المباراة من الشوط الأول. براد ولا أروع من جانب الحارسة سهيلة حارسة المنتخب الوطني أسيست ولا أروع وتصدي. الرد يأتي من الحارسة سحاب سامية هجمة من رتيبة وكان بالإمكان أفضل مما كان سفيان في الأقطاب. كانت لازم تعطي الباس كانوا ثلاثة ضد مدافعة واحدة. نعم رتيبة اختارت الحل ربما الفردي. ضيعت على نفسها وعلى نادي الأبيار فرصة الاقتراب أكثر من المجمع. وأمامنا يعني رئيس نادي الأبيار السيد مراد بلوشراني للحليوة
اللي فعلا على اعصابه لمتابعه هذه المباراه، على الاعصاب فعلا السيد مراد البوشراني. مره اخرى دفاع شرس، دفاع شرس من جانب المجمع البترولي، لانه بحسب تعليمات فاتح مولاي يقول بانه اللعب مرتكز على دفاع الدائره بالنسبه لنادي الابيار، وبالتالي الدائره الان مقفله في وجه نادي الابيار. نادي الابيار ما لقاوش حول الحد في باسكو ما عندنا با داريير، نادي الابيار ما عندوش دي زاريير بوتي دو لوان، دونك الحل تاعهم هما سي دو تروفي دي سوليسيون او نيفو دي دو لا زون. نعم سواء لي جيليار ولا لي بيفو. نعم كانت فرصه لي فاست بريك سريع، ولكن كره ضائعه من جانب نادي المجمع مسترجعه من فتيات الابيار لتقليص الفارق. لحد الان حوار ثنائي بين الكونغوليا سوزان وسهيلة عبد القادر والكلمه العليا لحارسة المجمع. شوف براد ولا اروع، كان انفراد صريح، وهذا باش ياثر على المردود نتاعها سوزان. اذا كان ضيعت ثلاث اهداف كيقول بون دو مينوت، اثنين على الجناح وواحده على مستوى المحور. سفيان مرة أخرى أسيست ولا أروع، وكرة ضائعة، كرة ضائعة، هجمة سريعة من جانب حيث أحلام. ضائعة ثم أخيرا يسجل الهدف مع الدقيقة والثانية الأخيرة من عمر هذه المباراة التي كانت دفاعية تميزت بتألق الحارستين خاصة عبد القادر سهيلة من جانب المجمع وسحاب سمية من جانب نادي الأبيار. مباراة الحارسين مشاهدينا الكرام انتهت على واقع تفوق نادي المجمع البترولي ب 13 إصابة مقابل 11 لنادي الأبيار، بعدما كان الفارق ست إصابات من جانب المجمع. تحليلك تقييمك لي اداء الفريقين في المرحله الاولى سفيان بن خلف الله؟ شوف انا شفنا شوط اول فيه مرحلتين، المرحله الاولى اللي هي تاع ربع ساعه الاولانيه وين شفنا الفريقين دونك كانت شويه دي ريتيسونس في نيفو دي دوز ايكيب باسكو كانت يافي دو لا بريسيون من الاول. ومن بعد شفنا اون ايكيب اللي كي سي ليبيري اللي هي المجمع، وكانوا كما قلت زونكروزي ليكار تاع 6 اهداف. ومن بعد شفنا المرحله الثانيه هي الدوزيام كاردور وين شفنا رجوع الابيار بعد المدرب طلب مستقطع ورجع الفريق. نعم اذا شكرا لك سفيان بن خلف الله محللنا في جزائر تي في في هذه المباراه. مشاهدينا الكرام اذا نفترق في من عمر المواجهه المهمه عن بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة اليد للسيدات بين نادي الأبيار والمجمع البترولي بتقدم صاحب الضيف المجمع البترولي ب 13 إصابة مقابل 11، على أمل أن نلقاكم في شوط المواجهة الثانية. ابقوا أفيائنا، سنعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة المرحلة الثانية. مشاهدينا الكرام سعدتم مساء مرة أخرى، تحية متجددة من القاعة المتعددة الرياضات هنا بقاعة بالأبيار التي تنقل لكم فيها قناة الجزائر تي في وقائع قمة مباريات الجولة التاسعة عن بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة اليد للسيدات. تركنا شوط المباراة الأول لمصلحة الفريق الزائر المجمع البترولي بفارق إصابتين أمام نادي الأبيار الذي يتقاسم معه المركز الأول وفارق الأهداف بينهما. تركنا نتيجة ب 13 إصابة للمجمع مقابل 11 لنادي الأبيار. مرحبا بك مرة أخرى سفيان خلف الله محلل قناة جزائر تي في. شكرا أمين. إذا مشاهدينا الكرام لحظات فقط وتنطلق المرحلة الثانية من هذه المواجهة التي ينتظرها كل عشاق كرة اليد للسيدات في بطولة القسم الوطني الممتاز. والحكم الثنائي كل من جواردا محمد وداش مصطفى يعطياني شارة انطلاقة المرحلة الثانية. التأكيد الآن سفيان سنشاهد هل ممكن أن نشاهد
ريتم ونسق اخر في 30 دقيقه الثانيه. انا نظن باش نشوفوا الشوط الثاني خير من احسن من الشوط الاول، خاصه الشوط الاول كنا شفنا ضغط كبير من طرف اللاعبات، وشفنا رجوع لفريق نادي الابيار بعد كما نقول لك كان فرق تاع 6 اهداف ورجعوا للمباراه، وهذا باش يخلينا باش نشوفوا الشوط الثاني خير من الشوط. نعم، اذا نفس السيناريو الذي انتهى عليه الشوط الاول يبدا في الشوط الثاني. المجمع المجمع يضيع والحارستين تتالقان لحد الان مع انطلاقه المباراه. تصدي ناجح لكل من الحارسه عبد القادر سهيلة واخر من جانب الحارسة السحابي سامي. اذا نادي الابيار في العمل الهجومي فارق نقطتين هو لا شيء، ولكن شريطة التحكم والنجاح في الهجمات من جانب نادي الابيار وتصدي اخر. خلينا نشوفوا الهجوم هذا، كان المدرب كريم عاشور يلعب اون كاد 4-2 في الهجوم، وهذا يمكن يقول لك نلقى حل في الهجوم الهجوم، وكانت هذه كما قلت ضيعت الهدف هذايا. لحد الان يبدا الشوط الشوط الثاني من عمر هذه المواجهه من دون تسجيل اصابه بعد دقيقه و45 الثانيه من انطلاقه المرحله الثانيه. تصدي اخر ناجح والحكم والخطا مسبوق قبل التسديد من جانب اللاعبه رقم 8 من جانب المجمع البيطولي ساره ايت حبيب. المجمع البيطولي صار بني في العمل الهجومي، فتح الزاوية، كرة ضائعة، كرة ضائعة يقول داش مصطفى حكم الثاني للمباراة. تصعيد الكرة والهجمة من جانب فتيات الأبيار لواتي عانينا كثيرا أمام زميلة الأمس التونسية إلهام الغريسي التي لا تبدأ الشوط الثاني ك أساسية. صوفيان كانت حتى في الشوط الأول ما شفناهاش، كانت دخلت دومبلي، شفناها دخلت بعد 10 دقائق وكانت سجلت أهداف، ونشوفوا نفس السيناريو في الشوط الثاني. نعم، ثلاث إصابات زائد ثلاث أسيست. تصدي آخر وسكت شانس أو الهجم من الهدف من المحاولة الثانية تنجح الكونغولي أخيرا. صوفيان نجحت، كانت سجلت ثلاث أهداف، واليوم الثاني والشوط الثاني سجلت هدف واحد. نعم، هذا الفرق وشوفوا 13-12 رجوع الفريق النادي الابيار للمقابله. نعم، بعد دقيقتين و50 ثانيه اول اصابه في الشوط الاول كما كان سيناريو المباراه او النصف الاول من المباراه. الابياريات يفتتحنا مشوار التسجيل مره اخرى، وحميسي في العمل الهجومي سهام حميسي، ولكن تصدي اخر من الحارسه سحابي السامية. ثقة كبيرة في الحارستين من جانب الطاقم الفني صوفيان. يعني عندهم خبرة كبيرة من أقدم الحارسات في الجزائر. نعم، مرة أخرى براد آخر ناجح، براد آخر ناجح من الحارسة سحابي السامية، ثم فاست بريك سريع وتتريث اللاعبة إبرقان فتيحة، تتريث لحد الآن الأجنحة شبه غائبة اللهم إلا في مناسبتين من المرحلة الأولى، والحكم يقول رمية جزاء 7 أمتار بعد دفاع داخل المنطقة. شفنا هذا الهجوم هذا تاع كادو راهو قاعد يعطي كيما قلت سيفروي. الفريق المجمع لقى صعوبات كي عمل إقحام تاع دوزيام بيفو. فوالا دونك يا سان جيتات مات. والمختصة صوفيان يلبس لودميلا، المختصة التي نجحت في تسجيل رميتين في المرحلة الأولى أمام الحارسة الثانية تين هينان أو الحارسة ليلى سعدون، وإصابة تعديل النتيجة صوفيان. الآن بعد 4 دقائق و10 ثواني بعدما كان الفارق 6 نقاط في بعض مراحل الشوط الأول. مليحه مليحه لنا كجمهور حنا يا امين باش نشوفوا التشوط الثاني شيق. صحيح، لا نتمنى المباراه ان تكون من اوتسايد جيم او من اتجاه واحد، خاصه وانها تجمع بين عميدين في المنافسات. مره اخرى الحكم يقول خطا. نذكر المشاهدين الكرام انه المجمع البترولي صاحب اللقب في اصابه مخادعه من سهام او من اللاعبة رقم 10 من جانب المجمع البترولي أميمة بن فغال.
شوف تصويبة مخادعة، تصويبة مخادعة من أويمة فوغات تخادع بها الحارس المجمع البترولي ب 25 لقب في الدوري مقابل 3 ألقاب فقط للمجمع لنادي الأبيار سفيان. إيه بون المجمع كي كانت أمسية قبل وبعد عاود كيعاود ولا المجمع. نعم فرصة كرة أخرى ضائعة صار بنيه في العمل الهجومي رفقة حميسي سهام مرة أخرى، مرة أخرى تصدي ناجح، تصدي ناجح. أوه الحكم يقول دقيقتين للاعب برقان فتيحة أو لربما حسناوي رتيبة غير بالرقم. نعم رقم 10 كان إقصاء لمدة دقيقتين كان مسك ولكن الحكم ترك مبدأ الأفضلية وبالتالي الآن الأبيار أمام نقص عددي وفي مهمة تعديل النتيجة للمرة الثانية. ودخلت هنا بالوشراني نشوفوا لاحظوا دخول رقم 19. نعم نادي الأبيار بالوشراني في ريال عائلة في الرياضة مرة أخرى. أوه هجمة كرة مقطوعة واللاعبة وجه لوجه لا ترحم اللاعبة مخلوف كنزة لا ترحم وتبتعد بالفارق إلى إصابتين مجددا سفيان. هذا هو النقص عددي اللي يأثر على نادي الأبيار في الهجوم وشوفوا حتى الفريق المجمع خرج بدفاع متقدم على لاريير غوشي دومي سونتر. نعم إذن مشاهدينا الكرام المجمع البترولي يحمي في خزائنه يحمل في خزائنه 25 لقب كما قلنا ب 17 مره بتسميه مولوديه الجزائر و 8 مرات بتسميه المجمع البترولي انطلاقا من العام 2008 مقابل 3 القاب لنادي الابيار. كره ضائعه فاست بريك او ترنوفر كثير في هذه المباراه صوفيا وما يدل انه فعلا المباراه تلعب تحت ضغط كبير من جانب الفريقين. كنت نتسنى باش الشوط الثاني يكون اللعب شويه مفتوح لكن في بدايه في الشوط الثاني نعاودوا نرجعوا لنفس السيناريو اللي شفناه الشوط الاول وين فيها ضغط وفيها اخطاء فنيه من كلا الطرفين. الكرة ضائعة بعد ما طبق المجمع دفاع 5-1 أثر على البلاي ميكر سارة بنيه تضيع أو نعم سارة بنيه تتسرع وتضيع هجمة. بوكو دو فوت تكنيك كرة أخرى ضائعة بطريقة ساذجة يمكن قول سفيان غريبة جدا تضيع الكرة. مفروض واحد من المدربين يطلب كما وقت مستقطع باش يعاود ينقص من هذه الاخطاء. ونشوفوا الحكم داش مصطفى يعطي انذار لفاتح مولاي على كثره احتجاجاته بمساعده نسيمة ضوب. فعلا هناك بطاقه صفراء وانذار على مدرب المجمع فاتح مولاي. يعود المجمع للعمل الهجومي حكم يقول خطأ 9 أمتار وتكتمل صفوف نادي الأبيار والمجمع لم يستغل الفرصة سفيان لحد الآن لم يستغل إيقاف لمدة دقيقتين والنقص العددي لنادي الأبيار على المستوى الجناح. أوه ممتازة 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 جدا مخلوف كنزة من المرات النادرة التي نشاهد فيها هكذا أهداف. شكرا للفرقة التقنية بقيادة المخرج الفنان رفيق عميق وفي الإعادة هشام زيريوان شكرا على الإعادة. لقطة على الجناح ممتازة سفيان. دونك عاود يرجع المجمع ل فارق نقاط فارق نقاط وهذا في الدوزيام ميتون سافوا اتخ ديفيسيل اذا كان ما اللاعبات تاع نادي الأبيار ما يتراجعوش وما يعاودوش يحاولوا كيفاش يقلصوا الفارق باش تكون من الصعب باش يعاودوا يرجعوا المقابلة. ممتازة ممتازة جدا من اللاعب رقم 9 من جانب ودميلا. نعم يلس ودميلا يقلص الفارق إلى نقطتين من جديد ونحن نلعب
يعني 10 دقائق مرت بسرعه سفيان. اه اكيد كانت فيها اخطاء كثيره وشفنا هجومات اللي من جانب نادي الأبيار. نعم من جانب شكرا لك من جانب اللعبة رقم 10 من جانب نادي الأبيار تقصى لمدة دقيقتين وهي بالرقم فتيحة. نعم بالرقم فتيحة وتصويبة أخرى من سهام حميسي فعلا ممتازة اليوم على مستوى خط 9 أمتار. ما شفناهاش كثير ما سجلت ما هي متعم انه زابيت ويا ماركي بوكو بوت سهام اليوم ما شفناهاش كثير لكن في المومون وين لازم كان يحتاجها وما سجلت هدف. نعم على مستوى اللعب ما ظهرتش كثير ولكن على مستوى تسجيل فاعليه كبيره اليوم سفيان. اكيد يعود الفارق لاربع اصابات بعدما كان 13 اصابه في كل شبكه بعد تقريبا 7 دقائق الأولى كان تعادل الآن المجمع يعود لي المقدمة والدفاع متقدم 4-2 من جانب المجمع. ممتازة جدا إصابة ممتازة من اللاعبة لينا نعم مرة أخرى يعود المجمع في الهجوم حكم يقول خطأ بعض الأرقام غير التي شاهدناها على مستوى ورقة المباراة غير موجودة على قمصان اللاعبات وخطأ حالة مرور بقوة يقول الحكم جواردا محمد ويعود نادي الأبيار في الشق الهجومي ربما لي تقليص الفارق أكثر أمام المجمع الذي لعب بدفاع متقدم 4-2 مع نقص العدد لنادي الأبيار سفيان. ايه هو اكيد لازم يكون. ولكن رغم ذلك يسجل بطريقه رائعه من جانب اللاعبه بالوشراني فريال كره ساقطه لوب ولا اروع اللي هي كانت مصابه الاسبوع هذا. نعم كانت ما شاركتش في التدريبات. شفنا عمليه الدفاع المتقدم 4-2 غير لم يكن نافع بالنسبة للمجمع البترولي. مرة أخرى يعود المجمع البترولي في محاولة لإبقاء الفارق على 3 إصابات. شوف الشراسة على مستوى الدفاع نادي الأبيار. نذكر أيضا سفيان أنه المجمع البترولي قبل المباراة هذه سجل 294 إصابة وتلقت شباكه 119 بينما نادي الأبيار سجل 227 وتلقى 125 إصابة. وكل من المجمع راهو كورافياج أحسن. نعم أكيد 294 إصابة سجلها مقابل 227 إصابة سجلها نادي الأبيار. قوة هجومية للمجمع بعد 8 جولات فقط. فعلا المباراة تستحق أن تلقب بمباراة البطولة سفيان. أنا نشوف الفارق
نادي الابيار قاعد يعطي مردود جيد في الهجوم. اتاك بلاسي دونك يا فوالا احسن المردود نتاعهم احسن من الشوط الاول. نعم جانب كما قلت الهجوم وعمراني نسيمه وعمراني نسيمه سفيان تعود بنادي الابيار لاجواء المباراه وبفارق نقطتين. الزملاء في غرفه التحكم ممكن اصلاح النتيجه لحد الان هي 19 اصابه للمجمع البترولي مقابل 17 لنادي الابيار. شكرا شكرا لياس حدادو في الصوت وهشام زيريوان في الاعاده. شكرا للفرقه التقنيه من مصورين وكلهم على هذه المجهودات المبذوله. الحكم يقول المرور بقوه وبالتالي الهدف لا يحتسب. فور تيكني باساج اون فورس مع اولد ميلا. والغريسي تعود يا سفيان ستعود معها شوف 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 الاسيست كان رائع جدا. زاويه مستحيله والتي تسجل. اونجل ثاني. اي 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 هند عبد العزيز زاويه مستحيله ميته مغلقه الى ان الهدف ياتي. الى ان الهدف ياتي. C'est un match difficile, un match difficile pour les deux, les deux équipes. Sauf que les Mardros, je pense que le Mardros, parce que l'entraîneur a sorti 4-2 tout à l'heure, quand il a 4 buts d'écart, il a dit le match. Donc, il a eu un 6-0. شوف مرة أخرى تورن اوفر كرة ضائعة وفاست بريك سريع 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 و تعود ربما تعود الخطأ الفادح في الهدف على مستوى الجناح وتتصدى للاعبة أميمة بن فوغال. الآن وقت مستقطع بطلب من نادي الأبيار ومن كريم عاشور. نعم نستمع للإرشادات ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام. البنات اسمع اسمع on donne pas les balles. On donne pas les balles. Lina, 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 reste un peu plus vers l'arrière. Mais qu'on ne la même ligne, sinon on prend la balle. Quand vous attaquez intérieur fort, faites deux maintenant au lieu de passer. Faites deux maintenant. Ahlam, elle est tout le temps toute seule. D'accord. Attaque fort intérieur qui vient de passer l'Odmila, cherche Ahlam. Ahlam, elle est tout le temps toute seule. D'accord, le blanc. Et on défense, on serre un peu plus. On a... Il n'y a pas de solution en attaque placée. Mais ça, il y a un peu de temps. Il ne subit pas. On défend, on ne subit pas. سفيان واضح التعليمات البقاء على نفس النسق. اكيد دونك هو بون هو عمل طلب وقت مستقطع خاطرش شفنا من نادي الابيار بوكو دو فوت تكنيك اون اتاك ومن بعد بون راهم دوكا 3 بي ديكار سي نورمال كو هو ديموند ان طون مور بور ان تي بو شويه باش يعاود يرجع سينو كان كمل هكذايا كان بالك ليكار فوالا دونك لو ريزولتا ايل دونك كاين ان بوت من عند سوزان يعني في كل ما يطلب وقت مستقطع الا وياتي بثمار. وشفنا الكونغوليه تدخل بقوه وتسجل اصابه تقليص الفارق وفي نفس الوقت تصدي اخر للحارسه. الان يعود نادي الابيار هي كره حاسمه للبقاء في المباراه سوزان اكيد 18-20 اذا كان يسجلوا هذا الهدف هذا الهجوم هذا دونك يعاودوا يرجعوا ويكون دونك يفون بوتيتر مام بروندر دو لافونتاج بار لا سويت. نعم من الناحيه النفسيه اكيد مره اخرى ممتازه كره كادت ان تضيع كره ضائعه بشكل مجاني من جانب اللاعبه يلس لودميلا. كره ضائعه بالمجان لحسن حظ انه كان خطا من قبل. مرة أخرى تعود لينا في العمل الهجومي وتصدي براد من الحارسة ليلى سعدون. تصدي يعني فرصة الخبرة كانت. الخبرة هذه الخبرة تاع هذه هي لينا ما عندهاش عندها 20 سنة والنقص عندها إمكانيات أكيد عندها إمكانيات تقنية لكن الخبرة هي اللي لابريد لا. نشكر ايضا في الطريق سفيان نشكر ايضا الاتحاد الجزائري لكره اليد التي مكنتنا من اعطاء فرصه النقل مباراتين مهمتين جدا وهو المجمع البترولي ونادي الابيار لدى السيدات وايضا لذكور بين المجمع و
شباب برقي. شكرا لمراد عيد قاسي مسؤول التنظيم على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة اليد، وهدف تقليص الفارق من جاية أحلام. شوف الأجنحة عندما تفعل تأتي بثمارها من جانب نادي الأبيار، يجبر المجمع على طلب وقت مستقطع في هذه الأثناء. نستمع ثم نعود لكم مشاهدينا الكرام. واش عليه؟ هاي هاي بلا سايق. واش عليه؟ واش عليه؟ بلا بلا ما نتقلقوش، راكو طراتو مزيان. الوغ نخدمو جوست لي كومبينيزون. لا كومبينيزون هادي تخلص على سهام مع البلوكاج تاع البيفو، هكذا نكملو سهام سهام تراه يتيري فوق البلوك تاع البيفو ديالها انت. اوكي هذا ما كان. ملي بدينا الماتش ما درتوهاش، ما كملتوهاش. اوكي راه ما كملتوهاش فيها. ورا ما نسيتو عليها. هاي هاي. هنا اون ديفونس اون ديفونس غادي يحوسو كاع عندي فيدو ومونتي البال اي كونترات فيدو ريبلي هادي اللي بيا تاعك يا بيا ودي كيفاريات كانوا جوج خلوا الفيفو خلوا الفيفو جو هادو تاع هاي هاي جي اس بي هاي ديزا ولي هاي سفيان التعليم يقول بانه يجب وضع سهام حميسي الخلفيه في وضعيه مريحه للتسديد. اه بون دوما الى دوموندي بدو دو فير ان ترافاي تاكتيك صادير ان سيستم اون اتاك باش كو بوال مات السهام كوم اريير غوش باش تد باش بوغ تيري دو لوان. نعم اذا تعود جويني الان التونسيه الموزعه في صفوف نادي المجمع البترولي وسابقا في نادي الابيار لتنظيم الهجمه لصالح المجمع البترولي، هجمه هي الاخرى حاسمه للمجمع للبقاء في مقدمه ال سيليا زواوي تضيع امام الحارسه سحابي سمية تصدي ربما قد يكون له اثر ايجابي لو يستغل نادي الابيار هذه الهجمه. صفر سي نورمال دونك دوكا في دوكا في لا توندونس لو غارديان دو بيت في لا ديفيرونس ماشي كيما ان جوار ان غارديان دو بيت اذا كان يعطي يكون المردود تاعو اكثر من 60 70% يقدر يعطي حافز للفريق نتاعو ويقدر يكون هو كيما سبب تاع تاع الفوز. صحيح. اذا نعود مشاهدينا الكرام لل 11 دقيقه الاخيره من عمر هذه المواجهه. كره ضائعه ولكن الحكم يقول خطا خطا على اللاعبه يلس لودمينا من جانب السي حميسي والحكم يقول خطا كما يقول دخول في المنطقه ماشي ماشي بالكره ماشي. نعم شكرا سفيان يقول مشي بالكرة والمجمع في فرصة مثالية للابتعاد بالفريق ولو بنقطتين. اوه الحكم لكن يقول مشي بالكرة اخر على الهام الغريسي. يلا فتيات ابيار في العمل الهجومي ممتازة فتح الزاوية. اوه ضربة جزاء نعم رمية 7 امتار والايقاف لمدة دقيقتين على الهام الغريسي. رمية 7 امتار ودقيقتين في وقت حساس والمتخصصة يلس لودميلا لإضافة الرابع على مستوى 7 امتار وتعديل النتيجة. كرة ممتازة ممتازة 20-10 تعديل النتيجة والآن 10 دقائق أخيرة وكأن المباراة ستنطلق الآن. سوفيا 9 دقائق إن شاء الله بس نشوفوا هذه آخر مباراة شيقة. نعم تزداد درجة الحماس في صفوف الفريقين المجمع للبقاء في الصدارة ونادي الأبيار لخطف الصدارة. 10 دقائق كيف ستكون يا سفيان يا خلف الله كيف ستنتهي وكيف سيكون مشوارها المجمع في الهجوم. دفاع الأبيار يلعب بدفاع حركي لا يسمح متقدم راهم كما نقول لك اون سوبيريتوني ميريك نادي الابيار وقاعد يخرج خرج من منطقه 6 امتار وقاعد ولكن المجمع قاعد يحاول كيفاش باش ينقص من الوقت باش تدخل اللعبه السادسه. نعم يسهلك الوقت لدخول اللعبه رقم السادسه وربما ايضا لتحرير الحكم يرفديدو اللعب السلبي الان سلبي. نعم اللعب يجب التسديد من سهام او من سهام عيسى والحكم يبقي على الهجمه للمجمع. يجب التسديد يجب التسديد الان ممتازه والحارسه الحارسه سحابي ساميه والمباراه مثيره الان في هذه
الآن بحضور جماهيري كبير، قاعة فعلا لا تليق بهذه المباراة بحجم جماهير هذه أو هذان الناديان. الآن فرصة ذهبية لفتيات الأبيض لتسجيل تحرير الكونغولية. أوه التقدم، التقدم في النتيجة لأول مرة الآن بعد تقريبا 45 دقيقة من المباراة. وانا نلاحظوا اللي هو كريم عاشور كان بدل حتى طريقه الهجوم، وكان دخول لينا في 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 على بلاص دو اسمها فاتحه، شفنا لينا عطات شوف هنا صفيان عمليه السلسله في الهجوم واخراج اللاعب الكونغولي على مستوى الجناح بعد ما خسرت الرهان في الشوط الاول، عادت والتفوق في الشوط الثاني على الحارسه الثانيه للمجمع ليلى سعدون. المجمع في تعديل النتيجة. شوف في كل كرة يقاتل عليها النادي الأبيار وكأنه فاز بالمباراة. في سي مرمى قاعد دوكا هو ابخي لو بريمي بيت، شفنا 50 دقيقة هو المجمع كان فايز بالمقابلة، ودوكا شفنا النادي الأبيار متفوق، دونك عنده بلوس عنده ان افونتاج بسيكولوجيك سور البترولي. ومرة أخرى سفيان لاحظ أن المجمع البترولي يستهلك زمن الهجمة من دون فائدة، والحكم الحكمان يرفعان ديما باللعب السلبي سهام. كرة كادت أن تضيع وكرة ضائعة، كرة ضائعة من جانب المجمع البترولي. فرصة مثالية لنادي الأبيار الآن أخذ أسبقية بفارق إصابتين. سي بو سا يقول لك لو ماتش سوغان على فان مش في الديبي. نعم المباراة مشاهدينا الكرام تعود لي ترتقي لي الحماسة، والحكم يقول خطأ، الحكم يقول حجز خاطئ من جانب لاعبة نادي الأبيار، وبالتالي هجوم الهجمة تذهب للمجمع البترولي. الحكم يقول خطأ ودفاع شرس من جانب لعبة بالوشراني فريال التي دخلت فاعطت الاضافه سفيان. وراهي كي والله رانا حاير كيفاش دخلت لها، كانت مصابه على عندها بروبليم مو جونو، واليوم شفتها دخلت وعطيها صحه. يقال انه سفيان لما اعلمت بربما لا تتواجد في قائمه المباراه بكت بحرقه سفيان. اكيد انا ما كنتش نستنى باش تلعب، قال لك ما هي كانت المفروض ما تلعبش. تصعد سهام وتسجل، تصعد سهام حميسي لعبة الخبرة الخلفية وتعدل النتيجة. 21 إصابة في كل شبكة قبل 6 دقائق من نهاية المباراة، قبل 6 دقائق من نهاية المباراة. مباراة فعلا مثيرة كما كنا ننتظرها سفيان، خاصة على مستوى حراسة المرمى، خاصة على مستوى العمل الدفاعي. العمل الدفاعي وحتى الهجومي نشوفوا تحسن ملحوظ من طرف الفريق. الحكم يحتسب ايقاف لمده دقيقتين على كنزه كنزه مخلوفي، مسك واللعبه في وضعيه في انفراد صريح وفي وضعيه تسديد. ايقاف لمده دقيقتين والمجمع سيلعب بناقص اللعبة فيما تبقى من عمر المباراه. النادي الابيار في العمل الهجومي، محاولة إيجاد ثغرة في خماسي المجمع البترولي، كادت أن تخسر الكرة. شوف فتح الزاوية وتعود الحارسة عبد القادر سهيلة للتألق، تعود للتألق. وشوف السرعة والبين والتسرع اللاعب الكونغولية. الحكم يقول خطأ، الحكم يقول خطأ. كان بإمكانها التمرير، وكان باش بامكانهم باش يتفوقوا بهدف. نعم كان بامكانها تمرير لانه كانت ضد لاعبتين من جانب المجمع، بينما لعبه الجناح كانت متحرره بشكل كلي. شوف الثغره مره اخرى، ممتازه، احلام جايات احلام لاعبه الجناح. لاعبه الجناح 22-21 نعم تهدي التفوق. شوف ممتازه، شبله ولا اروع، بالمليمتر تضحى في الزاوية 90 للحارسة سهيلة بن عبد القادر. يعود المجمع للعمل الهجومي. شوف الأسيس كان ولا أروع ولكن سوء تفاهم.
سوء تفاهم من من اللاعبه لاعبه المجمع. كم يقول خطا سامتار، كم يقول خطا، وتبقى الكره بحوزه نادي الابيار في الهجوم. الحكم يقول دخول بقوه، وخطا، خطا يلعب بسرعه من جانب الغريسي. اوه الهام الغريسي، الهام الغريسي، لا تستسلم ولا ترفع الرايه. تعادل مثير لحد الان سفيان. ايوا مازال 3 دقائق ونص باش نشوفوا كما نقولوا لا بريسيون باش تطلع. نعم عند لي دوز ايكيب. الان نشوفوا الفريقان ربما سيضيعان ربما اكبر قدر ممكن من الكرات، لانه الخوف من التسرع والخوف من التضييع هو في حد ذاته تضييع. شوف دفاع قوي من جانب المجمع، المجمع حتى النادي الابيض ثاني في ديفونس. دونك هنايا ليرور اي فاتال، ليرور اي فاتال اون ديفونس. اذا كان وحده فيهم تخرج دو مينوت سافا ايتخ. نعم يعود الان دفاع 5-1 من جانب المجمع، يلعب باكتمال الصفوف. هل ستكون كرة على المحور ام على اوه تصدي رائع، تصدي رائع من الحارسة سهيلة. سهيلة تبقي المجمع في المباراة قبل دقيقتين ونصف من نهاية المباراة. من سيفوز يا سفيان؟ لا هذا برونستيك ديفيسيل، تري ديفيسيل. من تري ديفيسيل سيفوز يا سفيان؟ باسكو ليفو تيكيليبري، واللي يكون هو اللي شد اعصابه هو اللي باش يفوز بالمقابله، واللي يكون الخبره باش تكون ثانيك. ومثل ما قلت لك التخوف من التسرع ضيعوا الكره. شوف المجمع الان على مستوى المحور والباراد، الباراد الباراد. هند بن عبد العزيز يضيع، ما لا يضيع، زاويه مفتوحه شوف، ولكن باراد ولا اربع. الان دونك تخرج لينا وتخرج لينا تدخل فاتحة في هل ممكن انه يجازف كريم عاشور ويخرج الحارسة ويدخل لعبة 7؟ لا ما نضلش هذه ما نضلش. أيوة. تسرع مرة أخرى، تسرع 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 من ليس يلس، والإصابة والعقاب يأتي سريعا من مخلوفي كنزة. العقاب ياتي سريع من لاعبه المجمع مخلوفي كنزة. الان النادي الابيار مطالب بعدم تضييع الكره، بعدم تضييع الهجمه، ونصائح يجب ان تكون في الشكل المطلوب من جانب كريم عاشور اللي يطلب الان وقت مستقطع. صوفيا نستمع ثم نعود لاستكمال الدقيقه ونصف المتابقين. سفيان وضح التعليمات الان، يجب عدم تضييع الكره، يجب عدم، يجب التسجيل. هو لونترينور غير دوموندي بالك لا بينيتراسيون تاع فاتحه اون دوزيام بيفو بور بارميتر دو زاريير باش تكونوا يكونوا بلو ليبر ويكون عندهم بلوس ديسباس. اذا الكره في حوزه نادي الابيار في هجمه جد يعني مهمه للبقاء في المباراه وفي على الاقل عدم تضييع نقاط المواجهه. والحكم يقول دخول بقوه، دخول بقوه من جانب اللاعبه يلس لودميلا مختصه في رميه 7 امتار، ولكن ضيعت الكره بشكل مجاني. و30 ثانيه الاخيره. اوه بناي صارت توقع على نقاط مهمه في رصيد المجمع البترولي. 30 ثانيه والفارق هدفين سفيان. مستحيل هذه كانت 2-0 باش نتيجه باش للمجمع. من 9 امتار تسجل ساره بناي.
تخرج كل ما عندها قوة في التسديد. الآن السناوي رتيبة، الوقت يمر وليس في صالح نادي الأبيار، والحكم يقول مخالفة المشي بالكرة. إذن مشاهدينا الكرام، المجمع البترولي يفوز بالمباراة. المجمع البترولي ينهي هذه القمة نهاية المباراة بفوز فتيات المجمع البترولي بعد تنفيذ هذه الرمية. يجب أن تنفذها لاعبة واحدة والقدم تكون ثابتة ولا ترتقي. تقدر تعمل إن باس يانتير، ولكن من دون ارتقاء سفيان. لازم تكون. شفنا لقطة في مونديال كرة اليد ألمانيا فرنسا. نعم شفنا في آخر الثواني المنتخب الفرنسي عدل النتيجة بصاروخ. نستمع للمصور. نات جيفرو معاها دخل الفيبو ممكن نميرو طروا ماشي دو وتلعي وتجري لك هي. طروا سيكوند هو فاتح مولا يحب يسجل هدف ثالث باش تكون عنده فرق ثلاث اهداف على المباراة العودة. نعم مباراة العودة أكيد ستكون جد مهمة. نعم يقولوا الاحتساب يكون بفريق المواجهتين. سنعود بعد هذه اللقطة المهمة من جانب المجمع البترولي. هل ستكون 25-22؟ سهيلة انتهت المباراة. انتهت المباراة يا سفيان يا خلف الله بفوز فتيات المجمع البترولي ب 24 إصابة مقابل 22 في مباراة فعلا كانت مثيرة، ليست من حيث التسجيل وليس من حيث المستوى ولكن من حيث الندية. صحيح هذا، احنا شفنا مقابلة شيقة لكن المستوى كان متواضع شوية، لكن ما نقولوا مبروك للمجمع وكما هارد لك الفريق النادي الأبيض. إذا المشاهدين الكرام هكذا انتهت القمة العاصمية بين المجمع البترولي ونادي الأبيار بفوز المجمع البترولي. بعد لحظات سنكون معكم لاستقاء الانطباعات حول هذه المباراة وكم مع هذه الصور الخاصة مع نهاية المباراة، مباراة القمة بين المجمع البترولي ونادي الأبيار. الكرام معي لعبة نادي الأبيار يلس لود ميلا التي كانت متألقة على مستوى رمية 7 أمتار، ولكن في نهاية الأمر المجمع يذهب بنقاط المباراة 24 مقابل 22. بصراحة كيفاش كانت المباراة اليوم لود ميلا؟ السلام عليكم. المباراة كانت اي ايغاليتي مع الأول، شغل كانت مزيرة دوغون كاع الماتش. Mais malheureusement, à la fin, on n'a pas su gérer les dernières minutes. On a fait beaucoup de pertes de balles. On a raté quand il fallait pas rater. Et je trouve que c'est très lourd. L'arta est en l'attaque ou c'est le bihaf. Le dernier à l'achéram, tu l'as qu'il y a un
معليش سي سا مازال هذه غير مباراه الذهاب مازال اياب ثانيك وان شاء الله ان شاء الله نسيو كيفاش نربحوهم في الغيتور ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق لك يلس. ستكون معي بعد لحظات من الان ساره بناي لاستقاء التصاريح على المباشر. إذن معي الخلفية القوية من جانب المجمع البترولي لاعب سهام حميسي اليوم بصراحة يعني ما ظهرتش يعني بالوجه على مستوى اللعب ولكن على مستوى الفعالية كنت فعلا قوة ضاربة في المجمع البترولي دي أنهى هذه المواجهة الحاسمة أمام نادي الأبيار. أول حاجة نشكر فريق الأبيار على المقابلة اللي قدمها وكان في المستوى والحمد لله على هاد لا فيكتوار وميغيت لا فيكتوار. كنا حضرنا مليح لهاد المقابلة مالوريزمون لو ريتم تاع الشامبيونا ماشي ماهوش متساوي شغل كنا نستناو طول طون نلعبو الشامبيونا على هاد الماتش وحضرنا ونشكر الفريق ديالي ولي زونترينور تاوعي والحمد لله على فيكتوار. سيام بكل صراحة الفريق ما بداش مليح ولكن لما بدا خذا الفريق بست نقاط ثم شفنا في شوط ثاني عاد لنادي الأبيار للتعديل 13 مقابل 13. هل دخلكم يعني الشك في بعض مراحل المباراة؟ هي سي لوجيك تلعب كاع لو ريتم تاع الشامبيون هابط تربح بلوس كو 30 بي ديكار 20 بي ديكار وابريت فالفازالي تطيح مع ايكيب اللي عندنا بريسك لو ميم نيفو سي نورمال ماشي يدخلك الدوت مي سي لا بريسيون لو ستريس باسكو نورمالمون لو كان جا لو ريتم تاع الشامبيونا ملي يبدا الاخر كيما هاد لي ماتش ما يكونش هكذا بيتاتر يكون بلوس من ديبي لافا. شكرا لك سيام وبالتوفيق ان شاء الله لك وللمجمع وحتى وحد اوفر لنادي الابيض. شكرا سيام. شكرا اذا مشاهدينا الكرام هكذا نقلت لكم شاشه زير تي في على المباشر مباراه القمه برسم الجوله التاسعه من بطوله القسم الوطني الممتاز لكره اليد للسيدات بين صاحب الارض والجمهور نادي الابيار الذي سقط امام غريمه الازلي وهو المجمع البترولي بنتيجه 22 اصابه مقابل 24. على ان ننتظر حتى المباراه الاخيره من مرحله العوده اي الجوله 18 وننقل لكم مباراه العوده التي ستكون على قاعه برج الكفان القاعه التي ستكونون على موعد معها غدا ان شاء الله رفقه الزميل علي جعفر لنقل وقائع المباراه والكلاسيكو العاصمي المنتظر بين المجمع الرياضي البترولي وشباب بالرق الذي تعثر في المباراة المتأخرة أمام نادي الأبيار بنتيجة 22 في كل شبكة. على أمل أن نلقاكم في فرص أخرى تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام أيضا رفقة الفرقة التقنية التي خدمتكم في هذه الأمسية. ابقوا أفياء لبرامج زير تي في وزير نيوز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Girl, you know I got just the place for you. I sing sing like the Grand Prix. She fling fling off the panties, oh, and them things extra fancy. She know just what she came to do. She wanna live life Jumanji. Girl, you know I got just the place for you. Oh, from the hips to the waist, you know. Girl, I'm loving your ratio. Let me grip on and take control. I can turn off the radio. Girl, you know that's not the question. I saw your body is a blessing. Big body girl, you got my attention. Whoa, I put that body for some testing. Ring ring on the answering. The shanty. I sing sing like the Grand Prix. She fling fling off the panties, oh, and them things extra fancy.
your heart.